زبرق التركي، المقادير: ورق عنب أخضر أو معلبات، كأس أرز، بصلة بيضاء واحدة، مقدار 2 حبة طماطم، نصف ملعقة صغيرة فلفل أسود، رشة قرفة، رشة نعناع يابس، نصف ملعقة صغيرة ملح، القليل من السكر، بقدونس مقدار ربع كوب، زيت زيتون مقدار ربع كوب. طريقة التحضير: نضع في مقلاة القليل من الزيت، نضع البصل بعد تقطيعه ونحركه جيدا، نضع الطماطم بعد تقطيعها ونحركها جيدا ونتركها لدقائق قليلة، نضع الأرز ونحرك الجميع لمدة دقيقتين، نضع الملح، النعناع، القرفة، الفلفل الأسود والسكر ونواصل التحريك جيدا، نضع البقدونس ونحرك خلطة ورق العنب جيدا، نرفع خلطة ورق العنب عن النار ونتركها قليلا حتى تبرد. نقوم بفرد ورق العنب على أن يكون وجهها الأملس إلى الأسفل. نضع القليل من خلطة ورق العنب على الوجه الغير الأملس لورقة العنب ونقوم بلفها. بعد أن ننتهي من لف ورق العنب، نضع القليل من الأوراق أسفل القدر ثم نقوم بصف ورق العنب. بعد ذلك نقوم بتغطية ورق العنب الملفوف بورق عنب أيضا. نسكب على قدر ورق العنب الباقي من زيت الزيتون، بعدها نضيف الماء الساخن إلى أن يغمر الماء ورق العنب قليلا، ثم نترك القدر على نار هادئة أو متوسطة مدة ساعة ونصف على الأقل حتى النضوج.